السلام عليكم ورحمه الله، اهلا وسهلا بكم. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا على خير وبخير. نلقاكم هذا الفيديو هذا باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم نقدم معكم واحد التحليه اللي سهله جدا، بسيطه، وكتجي ممتازه جدا وفي متناول الجميع. اي وحده فيكم ممكن انها تنوض دابا وتحضرها وقت وجيز، والنتيجة كتطلع هائلة جدا. والمقادير بطبيعة الحال متوفرة في كل بيت. بسم الله نبدأ. بالنسبة للمقادير، هنا عندي لتر من الحليب. بمناسبة ممكن أنكم تديروا نصف المقادير، يعني تديروا هنس لتر من الحليب، والمقادير اللي غادي نذكر معكم كذلك تديروا نصف ديالها. غادي نحتاج واحد 3-4 قطع من الشوكولاتة السوداء، وثلاثة القطع من الشوكولاتة البيض، يعني الشوكولاتة العادي اللي كنعرفو، أو لا كانت عندكم شي نوعية أخرى ممكن أنكم تستعملوها. عندي هنايا 6 ملاعق كبيرة من سكر سنيدة، سكر خشن. بالنسبة للعبار، بهاد الملعقة هادي باش عبرت، كذلك نفس الملعقة عبرت بها هنا 4 المعالق من الدقيق الابيض الفرص، يعني هذا كيعوض لنا النشا. بالنسبه اللي ما عندوش نشا يدير الدقيق. انا هنا شخصيا غادي ندير الدقيق، لاننا بزاف د الحوايج كنبغيو نديروهم كيكونوا شي هكا شي مقادير ما كيكونوش عندنا مثلا في المنزل، فكنديروا بناقص ما كنديروش هذيك الوصفه. فممكن اننا يعني باي حاجه عندنا في الدار نطيبوا شي حويجات اللي زوينين اللي غادي يعجبوا الاسره ديالنا. فكما قلت لكم غادي نحتاجوا كذلك 4 المعالق ديال الدقيق، وواحد ليمونه كبيره محكوكه هكايا كما كتشوفوا، كنحكو غير القشره الفوقانيه ديالها، يعني داك البيض ما كنوصلوش ليه لانه كيعطي واحد المذاق مر. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الكراميل ديالنا. فهنا البنات غادي تشعلوا لا الكسرونه ديالكم او لا اي او لا مقلاس او لا اي حاجه اللي غديروا فيها هذا السكر سنيده، غير هو ديروها في الجهه الصغيره كاع وتنقصوا ليه باش ما يتحرقش لينا. خصكم ضروري ما انكم تنقصوا ليه، وغنبقاو نحركوه، يعني التحريك غادي يكون مستمر باش يعني لما حركناش كيتكراميل لينا داك تيتكراميل داك السكر التحتاني، والفوقاني كيبقى هكايا ها، وفي الاخير كيتحرق لينا، يعني فاش يعني كيكونش عندنا واحد الطياب موحد، يعني كيطيب كله في خطره، شي كيطيب وشي كيبقى، في التالي كنحصلوا على واحد اللون بني غامق كيجي فيه واحد المذاق مر، ما كيجيش داك المذاق ديال الكراميل زوين اللي كنعرفو. المهم دابا محط النار شاعله وحنايا كنحركو، يعني التحريك غادي يكون مستمر حتى نحصلوا على واحد اللون اللي يكون شويه فاتح، يعني ماشي لون يكون مغلوق، كل لون فاتح ديال الكراميل. وغادي نستمر عندنا نحرك هكا معاكم حتى تشوفوا النتيجه اللي غادي نوصلوا ليها. المهم في هذا الاثناء هانتوما كما كتشوفوا انا كنحركو، هو محدو كيدوب وانا كنحرك فيه، حتى واخا تشوفوا هكا يتكلكل معليش مازال غادي نضغطوا عليه ومازال غادي يدوب. هانتوما هكا كما كتشوفوا واحد اللون كيكون فيه موحد، يعني كيطيب لنا كله في خطره، ماشي شي كيطيب وشي كيبقى. كما قلت لكم في هذا الاثناء هذه كنكونوا درنا الحليب يسخن، يعني كما قلت لكم لتر من الحليب اولا ممكن ديروا نصف لتر، حتى هو راه غادي يعطيكم يعني غادي يعطيكم قياس محترم. فقط كيبقى على حسب يعني فين غادي توضعوا الكيسان، يكونوا صغيورين اولا يكونوا كبار. المهم كيما صافي غادي نخلي هنايا الحليب يسخن مزيان حتى يوصل لدرجه الغليان، وغادي نكمل كنحرك في هذا حتى نحصل على كراميل. فالحليب منين نديروه يسخن غادي نزيد نضيف عليه هاد قشرة تاع الليمون هاكا، وغادي نخليها تفيض معاه هاكا بهاد الشكل. بعد ما كتشوفوا هذا الكراميل راه وجد، مهم مع التحريك المستمر كما قلت لكم هكا كنحصلوا عليه. الماء عفوا الحليب هنايا راه فيتو صافي طفيت عليه، دابا ما بقى ليا الا نضيفوا هنايا على الكراميل
نضيفه وهو يكون سخون. دابا غنستعمل هنايا الفولي هكا نحاول نتخلص من هادشي. انا هو دغيا كيقصح كما كتعرفوا هكا بالشكل ديال الرائع. دابا غادي نجيبو الحليب ونبقاو نضيفو شويه بشويه ونبعدو وجهنا كما كتشوفوا. بعدو وجهكم وبعدو يديكم باش ما يقيسكمش مع التحريك. نجهد دابا العافيه المهم. واخا تشوفوه كلكل لكم شي شويه ما تخافوش، راه غير مع التحريك. هنا راني النار شاعله وجهدت ليها شويه ما بقيتش ناقصه لها، صافي غير مع التحريك المستمر هكا راه ما كتبقى لكم حتى شي حاجه. واخا تشوفوه يعني في الاول تجمع ليكم ما تخافوش، ما تقولوش راه ما صدقش ولا راه خسر، لا صافي غير مع التحريك. يزيدوا حركوا النار تكون مجهده كما قلت لكم، يعني عاديه ماشي مجهده بزاف. صافي بداو تحركوا على هذا الشكل هكا حتى يذوب لكم بالكامل، ما غيبقى لكم حتى شي حاجه. صافي دابا كما كتشوفوا ما بقاش عندي كاع يعني الكراميل، صافي كله دابا مع الحليب. دابا غادي ندوزو باش نشوفو ندوزو الطريقه الثانيه يعني نكملو على الوصفه ديالي. دابا اش غادي ندير هذا الخليط هذا، ها غادي نقسمو على جوج باش النص نخليه هكا في هذا اللون، النص الاخر ندير فيه بالكاكاو. صافي هكا على هذا الشكل. المهم غنحاول نقسمو كما قلت لكم على جوج هكا على هذا الشكل. هذا غادي نحتفظ به جانبا هكا، وهذا غادي نزيد له كما قلت لكم اربعه القطع ديال الشوكولاته الاسود، وكذلك نسيت ما ذكرت لكمش قبيله غادي نضيف واحد ملعقه كبيره هكا ما عمرهاش ديال الكاكاو هكا، وكذلك غادي نضيف كنطربوها هكا بالطراب، وغادي نضيف جوج ملاعق كبار ديال الدقيق هكا. محتي انا كنضيف وانا كندير غير هكا هكا وكان نخلط باش يتشكلوا ليا دوك الكرات ديال الطحين، لانه ساخين وكان بارد ماهيش، ولكن ملي كتسخن غادي يتشكلوا لي. صافي هكا ها غادي نزيد ملعقه اخرى هكا، وغادي نردو دابا فوق العافيه باش يعقد. على هاد الشكل كنردو فوق العافيه، النار تكون عاليه وغنبدا نخلط هكا، التحريك يكون مستمر حتى تبدا تعقد ليا هاد الصلصه هادي وتبدا تختار. على هذا الشكل كما كتشوفوا هي بدات كتعقد، يعني التحريك يكون مستمر باش ما تحرقش ليكم. اذا تحرقات راه غادي تعطينا واحد المذاق اللي خايب مر. صافي غنستمر هكا. صافي ملي تبقى دير لكم هكا كتكتفيو بهذا القدر هذا. دابا غادي نكونوا موجودين الكؤوس ديالنا فين غادي نديروها فين غنديروا هاد التحليه هادي. صافي غادي نفعليها دابا. صافي هادو هما الكؤوس اللي غادي ندير فيهم. دابا غادي نجيب وغنبدا نكب فيهم هكا على هاد الشكل هكا، نحاول نوسع بالتساوي
نجيب دابا الملعقه نزيد نسرعوا لانها راه دغيا كتعقد لينا. صافي من بعد ما كملت غادي نجيب الملعقه هكايا صغيره وندير واحد خطوط هكاها على هذا الشكل، نحاول نزينهم هكا. هكا على هذا الشكل هكا هكا على هذا الشكل. غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نديرها للكاس الاخر حتى هو هكا هكا. وغادي نستمر حتى في هاد جوج كيسان هادو اللي بقاو نطلقها. صافي دابا من بعد ما ساليت غادي ندخلهم للفريكو باش يجمدوا وتشد فيهم هاد الخطوط هادو اللي درنا يشدوا بما نوجدوا الصلصه الثانيه البيضه بالشوكولاته البيض ونعاودوا نرجعوا لهم. بالنسبه للصلصه البيضه الثانيه غادي نضيف لها كذلك حتى هي ثلاثه القطع ديال سميتو، وهنايا النيت راه بقاو ليا جوج معالق كبار بسميتو. هنايا راها بردات ليا هاد الصلصه هادي، يعني ما غاديش يتكلكل ليا الدقيق، داكشي علاش ضفتو بدقه. ودابا غادي نردو من فوق النار. صافي دابا غادي ندوز باش نزيدو فوق الصلصه الكحله اللي درنا. غديرو بالمعلقه اولا بشي مغربه هكا صغيره، ولا لان اللي جيتو كبيتو مباشره سميتو لحقاش كيكون مازال ما شدش حقو في البروده، ربما يهبط لكم يعني يقدر يوصل حتى لتحت، ما غاديش يجي غير من الفوق. اللهم بالمعلقه كنديرو غير هكا هكا وكندورو غير بشويه طبعا. ناخد واحد ورق الطبخ صافي وغادي نحاول نمسح هذا الزائد هذا اللي عندي هنا، خصني نطف هذا الكاس هذا مزيان. على هذا الشكل غادي ناخذ شويه ديال اللوز مهرمش، غادي نديرو هكا في الجناب زين كيبقى اختياري، ديروا اللي يعجبكم. فهو كيجف اللي وجد عندكم، ممكن ديروه حتى الزبيب راه يجي زوين.
كناخذ شويه ديال السكر كلاصي وكنديروا واحد الكاغيط ديال ورق الطبخ هكا على هذا الشكل جو باش يجينا السكر كلاصي غير فهاد الجهه. ايوا وكنديروا هكا على هذا الشكل هكا نجيو عاوتاني لهديها نفس الطريقه كندير هكا وغناخد شويه ديال الشكلاط حبيبات غادي نوضعو على هاد الشكل هكا من بعد ما كيبرد مزيان كنجبدوه من الثلاجه صافي وكنتناولوه كنقدمو لكم بالصحه والراحه راه كيجي جد ممتاز. نتمنى ان شاء الله انه يكون نال الاعجاب ديالكم. انا غادي ناخد واحد الملعقه تشوفوا معايا كيفاش كيجي من الداخل كيجي رائع جدا رطب وكيذوب في الفم وكما شفتوا مقادير يعني متوفره ومقادير منزليه كلشي زعما كيكون في المنزل ماشي شي حاجه اللي صعيبه اي واحد في المتناول ديالو انه يدير هذه التحليه هذه. شكرا لكم على حسن التتبع ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك الى نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا واشتركوا معايا في القناه ديالي سامية كركوش. الى اللقاء.